وهذا من نعمة الله عز وجل بالأمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأكثر من صفة، وهذا إن دل يدل على عظم الصلاة. سبحان الله، لم يقل صلوا فرادى، فأين من قال بسنية صلاة الجماعة؟ أين هو من هذه الأحاديث ومن هذه النصوص في شدة الحرب تقام صلاة الجماعة؟ بل ولو كان العدو أمامك ما بعد هذا موقف حرج على المسلم، أن يكون العدو أمامه ومع ذلك يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف جماعة بأصحابه، ولم يقل صلوا فرادى، لأن الصلاة فرادى سهلة.